معك فولاعب جليل أطلت أداء سابق والآن مدرب ألعاب قوى حسنية مولي رشيد. بغينا نسولك واحد السؤال على قبل ألعاب القوى المغربية، واش كتبان لك غادا في تطور ولا في تدهور؟ ألعاب قوى شنقول لك فيها بزاف الحوايج ما يتقال. ألعاب قوى كانت غادا مزيان، يعني كانت غادا مزيان يعني في واحد الآفاق زوينة بحكم التجربة ديالنا في نادي سبورتينغ البيضاء ولعبنا الانترناسيونال ديال لامارش. الحمد لله دابا كما كنشوفوا هاد الوليدات، يعني بالنسبة لألعاب قوى راه هي أم الرياضات دي كلو سي بير في موا، خاصة بزاف د الحوايج، خاص مدرب، خاص أليمونطاسيون، خاص بزاف، يعني كاين بزاف، يعني كنلقاو مدرب براسو ما مفرش ليه شي حوايج، كيفاش غادي يوفر الاول هذاك الاطليط وهذاك الاطليط باش غيعطي واحد النتيجه ايجابيه، يعني خصو بحكم التجربه في السباقات يعني كنلقاو بعض الغيابات لي ديزابسونس ديال الوليدات، يعني هادشي كله بحد ذاته. العاب قوى هي زوينه، رياضه زوينه، كتكون فرديه او جماعيه، كتعطيك واحد السوفل زوين، كتعطيك بزاف د الحوايج في الحياه اليوميه ديالك. الزحافي مصطفى اداء سابق وحكى في شنقص. العاب القوى المغربيه واش كتبان لك في تطور ولا في تدهور؟ والحد الساعه كاين العاب القوى عارف العجله الصحيحه ديالها العوده ديال العصبه اللي كانت متوقفه، والدور اللي غيبقى هو ديال الانديه اللي خصهم يشتغلوا على القاعده، يشتغلوا على الفئات الصغرى ويكون الخير ان شاء الله. الشيء بغينا نعرفوا على قبل الفرق ما بين العاب القوى اللي عشتيها انت والعاب القوى ديال هذا الجيل دابا، واش كاين فرق، كاين شي تطور، كاين شي اختلاف؟ العاب القوى اللي كانت بالامس كانت ستمارس في المدارس، كانوا المدارس هما اللي كانوا تيزودوا الانديه، علاش كانوا نتائج. اليوم كاين العكس، اليوم ما بقاوش المدارس تيعطيو الانديه وكاين واحد التراجع شويه. شي اللي كاين الويخا محمد بطل سابق وحكم حالي. العاب القوى المغربيه واش كتبان لك في تطور ولا في تدهور؟ هو بالنسبه لالعاب القوى غادا في الانحطاط تام، في تدهور لا مثيل له. علاش بالضبط انت قلتي كتبان لك في تدهور؟ واحد بالنسبه للتيرانات ما كاينينش، ما كاينش عطير، ما كاينش بزاف الحوايج اللي غتقلع هاد الرياضه. يعني واش بهذا المستوى غنقدروا نقولوا واش كاين جيل من هنا قدام كاين شي مرض؟ شوف هو التنقيب ما كاينش، ما كاينش التنقيب على العدائين، لا باش غتلقى فين تمرن بعدا ما كاينش، كاع لي سباسات كلهم مسدودين كلشي. استاذ غفار سعيد عن سبورتينغ البيضاء، وسابقا كنت مع النادي الرياضي البيضاوي في 1973، جيتي شامبيون سيكسيون ميليتير 800 متر افيك ان طون دو 1.50. العاب القوى المغربيه واش كتبان لك في تطور ولا في تدهور مقارنه مع الوقت اللي عشتيه نتايا وهذا الوقت هذا؟ المقارنه ما كايناش، ولكن مع الوقت ضروري غتكون مقارنه. يعني نتمناو يكون من هنا لقدام شي جيل اللي غادي يعاودي ان شاء الله. ان شاء الله كنطلبوا من الله باش العاب قوى تمشي في المسار الصحيح. محمد خطيبي استاذ التربيه البدنيه وحكم بعصبه الدار البيضاء الكبرى لالعاب قوى. متشرفين. بغينا نسولك واحد السؤال على قبل العاب قوى المغربيه، واش كتبان لك في التطور ولا في التدهور؟ المهم السؤال خاصو دراسه باش نعرفوا واش كاين تطور ولا خاصو دراسه معمقه. التجربه ديالك نتايا بحال دابا الوقت اللي دوزتيه انت في العاب قوى وهذا الجيل ديال دابا. كاين فرق بين العاب قوى في واحد الفتره معينه وهاد العاب قوى، حنا عشنا في واحد الفتره كانت العاب القوى كانت ضعف الامكانيات، وكان البطل انه كيعتمد على راسو في اي جميع الاحوال، وكيقدر يكون عصامي بانه هو اللي كيكون راسو بمساعده ديال الوالد ديالو او المدرب ديالو. الان تطورت الامور شويه، ولاو الانديه انهم عندهم امكانيات ماديه بانهم، ولكن رغم ذلك رغم الامكانيات دابا لقينا بانه كاين مشكل دابا ان صناعه البطل ولات، كاين مشكل في صناعه البطل، وربما هذا كيرجع بالاساس واش يعني الطريقه ديال التكوين ديال الابطال، واش الرياضيين ما بقاش عندهم حب ديال هاد العاب القوى انهم ما بقاوش كيمارسوها بزاف. سهيل اللهوي استاذ التربيه البدنيه باقليم بن سليمان، وللاسف ملي كنقارنوا الحقيقه بالزمنيه اللي دازت كنلاحظوا ان كاين واحد التراجع كبير لا في المستوى ولا في المشاركات، وهذا كنظن انا من العامل الاساسي فيه هو
تراجع الالعاب الرياضيه المدرسيه بحكم ان لايسيس ديال المؤسسات التعليميه هي اللي دائما كانت ذاك المشتل اللي كتغذي وكتعطي الالعاب القوى الوطنيه. وطبعا داك الشيء كيكون عبر تدرج الفئات الصغرى حتى كيعطيونا الابطال في الاخر. ونهار ما تسد لايسيس في المغرب وصلنا لهاد النتاج اللي كنشوفوه دابا ديال ان تراجع كبير كاين في المستوى، لا على مستوى المشاركات اللي للاسف كانت كتلقى تظاهرات بحال هكا، يعني كتلقى هاد الكومبلكس كتلقاه مكتظ بالمشاركين والمشاركات. حاليا ولينا نشوفوا المشاركه يعني قليله. ثم في الالقاب الوطنيه وداك الشيء بحكم ان ما كاينش الخلف اللي غادي يمشي يخلف لينا السلف. شكرا لك. محسن المغاط استاذ ديال التربيه البدنيه باقليم بن سليمان وحكم ديال العاب القوى. بالنسبه لالعاب القوى المغربيه كنلاحظوا بانه راه في تدهور مستمر، كما قال الصديق ديالنا بانه راه القاطره ديال العاب القوى راه هي الرياضه المدرسيه، وكنشوفوا بان هناك تهميش كبير للرياضه المدرسيه، وكاين عكس هذا الشيء على المشاركات. هانتوما كتشوفوا كما بحال هاد الملتقيات هذوك راه ما كناش كنلقاو فين الوليدات ما كيلقاوش فين يجلسوا، دابا كتلقى مشاركات هزيله، كاين مستوى ضعيف التاطير، كاين سميتو التحفيزات ما بقاوش للوليدات، ما بقاوش للنوادي، ما بقاوش للجمعيات، وهذا الشيء اللي كاين. يعني المشكل في النظر ديالك انت علاش كيبان لك راجع المشكل ديال التسيير؟ هذا المشكل الاساسي راه ديال التسيير. يعني منين كنقولوا تحفيزات، ملي تنقولوا جمعيات رياضه مدرسيه، راه كنرجعوا بالاساس لسميتو للتسيير. اما الجانب البشري والطاقات البشريه راه كلها مزيانه. محمد رضا باهي سبورتينغ البيضاء. الحمد لله دابا غادي كانت في سميتو الجائحه كانت واحد الحلوه، ولكن دابا من ولاو دابا تظاهرات هذاك الشيء تيبانوا لنا سميتهم بيجاما ليمينيم، يعني هذا الشيء ما كانش شحال هذي. قلت لك شحال هذي الانسان تيجي سميتو كادي جونيور شويه تيتوقف، دابا ولا الانسان ولا باغي العاب القهوه تزيد شويه. يعني كنقدروا نقولوا باللي العاب القهوه ديال هذا الجيل هذا غادا مزيان تكون الحمد لله. كاين حسب بالنسبه تنشوف تظاهرات، تنشوف سميتهم اطفال وعناصر تنشوف غادي مزيان، بقاو غادي في هذاك المستوى اللي تنشوفهم دابا حنا في المينيم وفي الكادي وفي الجونيور. لكن هما باغيين يوصلوا، غادي يوصلوا. ما كان غير انسان غادي يوصل حتى واحد لاج وغيوقف، راه حنا ديما نبقاو محبوسين في بلاصتنا. وشنو كيبان لك دابا بالنسبه لك انت دوزتي العاب القهوه ديال شحال هذه، شنو كيبان لك؟ واش كاين شي فرق ما بين شحال هذه وهذا الجيل دابا ولا ما كاينش؟ وكاين فرق دابا، راه تولوا حلبات ولاو تيرانات ولاو فقط في الانسان تيمشي شحال هذه، راه كان داك الشيء محبوس. داكشي محبوس، كانت على كازا بلونكيز كلشي تيجي لها، فهمتي؟ وكانت ما دابا ولاو كلشي النوادي وكثروا النوادي دابا. يعني دابا هذا الوقت هذه ان شاء الله غنكونوا العاب القهوه ديالنا ان شاء الله غتكون ان شاء الله شي حاجه مزيانه في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. راك حشلاف عبد العالي اعداء دولي سابق بالمنتخب الوطني واطار بجمعيه حسنيه مولاي رشيد. فيما يخص العاب القوى يعني كنلاحظوا انها غاديه في تطور، في كما كنلاحظوا السياسه اللي غدا بها الجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى اللي دارت مجموعه من مراكز التكوين اللي نجات لنا مجموعه من الابطال اللي حاليا غادي يمثلوا المملكه في الالعاب الاولمبيه المقبله ان شاء الله بطوكيو. ان شاء الله. يعني نقدروا نقولوا بلي عندنا من هنا قدام غتكون شي حاجه مفتح الصون جيل شي اللي غيجيبوا لنا ميداليات شنو؟ الحمد لله يعني كاينين مواهبين اللي غادي يبسموا على يعني على مستوى جيد اللي يخلي العاب القوى ان شاء الله غادي تتطور. شكرا. شكرا لكم. معكم رضوان فضل الله مدير تقني النادي الرياضي البيضاوي لالعاب القوى. متشرفين. بغينا نسولك واحد السؤال على قبل العاب القوى المغربيه، واش كتبان لك في تطور ولا في تدهور؟ دابا انتم راه كما كنقولوا الريزيطه راه كتبين، شكون اللي كيبين كتبين العاب القوى ديال واحد البلاد؟ هي الالعاب الاولمبيه. الالعاب الاولمبيه راه كما كتشوفوا راه ما كاينش شي ابطال اللي يبقى كما كنا اعتادينا في القدام، مثل هشام القروش، مثل ابراهيم الولامي، مثل زهبي دوان، من العديد من الابطال. كما كتشوفوا راه العاب القوى راه كما كتقولوا راه غاده في تدهور، وهذا لما راجع لان الناس الرجل المناسب في المكان المناسب ما كاينش. الناس اللي مناسبين
كما كنقولوا تنازلوا على الميادين، مشاو بحالهم. مشاو علاش؟ حيت ما لقاوش ناس رياضيين اللي غيخدموا، اللي غيخدموا معاهم، اللي غيطوروا هذه الرياضه. الناس اللي عندهم غيره على الرياضه وعندهم غيره على العاب القوى وكونوا ابطال وداك الشيء، ملي لقاو ما كاينش داك الفضاء ديال الخدمه والعمل والناس اللي غيخدموا معاه والناس اللي كيغيروا على البلاد وكيغيروا على الرايه الوطنيه ديال البلاد، راه زو يديهم وزادوا. اش غادي يبقى يدير؟ غيبقى يتفقص